65 فيلما ستعرض على مدار أسبوع ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى عدد من الورش والندوات المتخصصة في السينما. في هذه الجولة دعونا نتعرف على أبرز أحداث اليوم الأول والثاني. مركز المؤتمرات والثقافة احتضن حفل الافتتاح، وتوافد عشرات النجوم العرب وصناع السينما العالمية على السجادة الحمراء، حضور لم يغب عنه هاجس فيروس كورونا، وإن مثل المهرجان فرصة للنجوم العرب في الإطلالة مجدداً على الجمهور. كتير مبسوطة أني موجودة هون بينات كل العالم والسليبرتيز اللي موجودين، واللي كلنا حبينا نتحدى هالأزمة اللي نحن عايشينها مع كل الالتزامات أكيد، حتى نقدر هيك نرجع شوي الحياة، لأنه صراحة اشتقنا للسينما وللأيام الحلوة للمهرجانات. أحب أقول شكراً لمصر، شكراً الجونة، شكراً على دعمكم للفن والبوست اللي انتم سويتوه لنا في زمن احنا محتاجين نحس انه لا شيء يقهر الحب، لا شيء يقهر الفن. والله احب اقول يا رب عقبال كل سنه، وشكرا اداره مهرجان الجونه ان هي حرصت على انها تقيم الدوره الرابعه في ظل الازمه اللي حاصله في العالم كله، وهم الحقيقه بذلوا مجهود غير عادي. The show must go on. لازم رغم كل الظروف نشوف الدنيا بنظرة إيجابية ونكون إيجابيين مع كل الظرف الصعب اللي بيعيش العالم كله. رغبة الإنسان في الحياة وفي الاستمرار هي رغبة أساسية وأساس في وجوده أصلاً. منظمو المهرجان أصروا على الخروج بالدورة الرابعة رغم المخاوف الصحية، وتحدثوا لبرنامج اليوم عن العقبات والتحديات التي واجهتهم. قيام الدورة في حد ذاتها هو مختلف، لأنه ده قرار يعني جريء جداً، ولو ما كانتش الدولة المصرية بتدعمه من خلال مؤسساتها وعلى رأسهم وزارة الصحة أعتقد كان هيبقى مستحيل. المهرجان كرم هذا العام الفنان المصري خالد الصاوي ومصمم الديكور أنسي أبو سيف والممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو، كما حصل الممثل الفرنسي من أصول مغربية سعيد طغماوي على جائزة عمر الشريف، ونظمت له ندوة في اليوم الثاني للمهرجان. الفنان المصري أحمد مالك كان على موعد مع الفيلم العالمي حارس الذهب الذي يؤدي فيه دور البطولة. أعتقد خوفي أن أنا كنت بلعب شخصية أفغانية وليست مصرية، وأنا مصري. خوفي أن أنا كنت بقدم ثقافة تانية بعيدة عني مش ثقافتي، فدي أكتر حاجة مخوفاني. غير أنا طول الوقت بخاف قبل أي مهنة، يعني قبل أي شغلانة بكون خايف عشان بحب شغلي قوي، وطول الوقت حاسس أني عايز أعمل أكتر، وطول الوقت بحس أن أنا مش بديله كفاية. وتتنافس الأفلام في ثلاث فئات، هي الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى عرض 17 فيلما ضمن اختيارات المهرجان. من مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، أحمد حسين، الحرة.